هي أنواع الاضطرابات الجنسية اللي ممكن تحصل في الاستجابة أو في دورة الاستجابة الجنسية؟ اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات. الأول إن أنا محتاجة أفرق إيه هو اضطراب أو اعتلال وإيه الفرق ما بينه وبين الحاجة الطبيعية اللي ممكن تحصل لكل الناس. في حاجتين اساسيين بيخلوني اقول ان انا كده فيا مشكله او في اضطراب او اللي بيحصل ده عادي. اول حاجه انه ايا كان نوع السلوك او الافكار او الشعور الداخلي اللي بيحصل في اثناء الاستجابه الجنسيه يكون مسبب ازمه او مشكله لصاحب العرض او عامل ازمه وتوتر في العلاقه مع الشريك الاخر. دي اول حاجه. تاني حاجه انها تكون مش بتحصل بس بشكل عرضي كده اللي هو مرة وخلاص وما تتكررش، لا، يعني تقريبا كتير جدا من الناس او معظم الناس بيحصل لها نوع انواع البطء او حتى سرعة في اي حاجة من انواع الاستجابات ديت مرة او اتنين عادي في خلال في مدار الحياة. الحاجة التانية عشان احكم ان هي دي حاجة فيها اضطراب او انها حاجة طبيعية انه يكون حاصل استثارة كافية، يعني يكون في تحفيز كافي ومثير كافي يؤدي الى بدء الاستجابة الجنسية. لكن لو ما فيش دوت يبقى ساعتها ما اقدرش احكم اذا كانت الاستجابة فيها مشكلة او لا، اذا كان اصلا المحفز مش كافي او مش موجود. الاضطرابات الجنسية ممكن تكون موجودة في اي مرحلة من مراحل، من اول الرغبة او الاستثارة، وهي بتبقى موجودة في الرجل ان هو نقص في الرغبة او مشاكل في الانتصاب، وعند الست برضو ممكن يبقى موجود نقص في الرغبة والاستثارة او احيانا زيادتها بشكل ممكن يوصل لادمان. المرحلة التانية اللي هي مرحلة هزة الجماع او الوصول للنشوة، ودي بيكون فيها مشاكل قذف عند الرجال او مشاكل عدم الوصول او صعوبة الوصول لهزة الجماع في الستات. دي لاني اشهر الاضطرابات اللي ممكن تبقى موجودة ورح نتكلم عنها بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. واحنا نتكلم عن دورة الاستجابة الجنسية قلنا ان هي مش بتحصل بمعزل عن كل حاجة محيطة، وبرضو الاضطرابات مش بتحصل بمعزل، في عوامل كتير ممكن تأثر، وبقى مهم ان اشوفها واشوف هي موجوده ولا لا، لان ممكن لو عالجت العوامل ديت في الاخر الاضطراب او الاعتلال دوت يتصلح من نفسه. في خمس حاجات اساسيه هي اللي ممكن تاثر. اولا ممكن تكون عوامل جسديه او صحيه، فمثلا الناس اللي عندها ضغط، عندها سكر، عندها مشاكل في الهرمونات، عندها نقص في التستيرون هرمون الاستروجين، كل الحاجات ديت ممكن تاثر على الاستجابه الجنسيه. كمان الأدوية، في بعض أدوية ممكن تقلل الرغبة أو تعمل مشاكل في الانتصاب زي أدوية الاكتئاب، زي بعض أدوية الضغط. كمان تناول عقاقير ومخدرة والكحوليات كمان من أكتر الحاجات اللي مصاحبة بضعف الرغبة. غير بقى عوامل الجسدية ديت، في عوامل نفسية اللي هي ممكن تكون نتيجة يعني اضطراب نفسي شديد زي الاكتئاب، زي القلق، زي الفصام، وممكن تكون هي نقط ضعف او مشاكل موجودة عند الشخص ده من فترة طويلة، زي رؤيته الذاتية لنفسه، قد ايه هو شخص جذاب، قد ايه هو شخص يتحب او شخص مرغوب فيه. كمان ممكن يكون وصلته رسائل تربوية بتأدي ان هو بيربط دايما الجنس والتلامس بالذنب او بانه ده حاجة غلط او دي حاجة ما يقدرش يعملها نتيجة حاجات تعرض لها في طفولته سواء من الاسرة او من المجتمع اللي حواليه. ممكن يكون كمان في تاريخ من الإزاء النفسي الجسدي او الجنسي، ده ممكن جدا يأثر على الاستجابة الجنسية وعلى الرغبة الجنسية. بعد كده بيبقى في عوامل اللي ليها علاقة بالتواصل ما بين الشريكين والعلاقة ما بينهم، اللي هي مش بس في الإطار الجنسي، عامة بقى قد ايه في ما بينهم تفاهم احترام، العلاقة دي مؤذية ولا مرضية ليهم، قد ايه العلاقة دي فيها اعتمادية او فيها نوع انواع الاستقلالية، العلاقة ديت فيها إدمانية أو لأ، كل الحاجات ديت ممكن جدا تأثر على الاستجابة الجنسية.
مش بس كده، في كمان ممكن تبقى عوامل عند الشريك اللي قدامي، يعني يبقى هو عنده جزء كبير من المشكلة، وبالتالي استجابة الفرد بتبقى مختلفة على حسب الشريك اللي قدامه. فلو مثلا الست هي عندها مشكلة انها ما بتقدرش توصل لهزة الجماع بشكل كويس، او بتاخد وقت طويل جدا لغايه ما توصل لها، ممكن ساعتها الراجل ياخد عن نفسه انطباع ان هو عنده مشكله في القذف المبكر، وهو في الحقيقه هي اللي مش بتوصل للمرحله ديت. ممكن برضو تبقى الست فاكره ان هي عندها مشكله في الرغبه، ان هي مش بتوصل لها، ان هي مش بتستثار، لكن الحقيقه المشكله في شريكها ان هو مش بيقضي وقت كافي، مش في مرحله الاستثاره الجنسيه، مش بيعرف ازاي، او ما مش واصل له ازاي ان هو يقدر يبسطها في العلاقه ديت، او يأجج يعني الرغبة عندها. فبالتالي هي تاخد عن نفسها فكرة انها باردة، او انها عندها مشكلة في الاستجابة الجنسية. في كل الحالات حتى لو كان شريكي هو عنده جزء اكبر من المشكلة، فحلها في الاخر هو حاجة مشتركة ما بين الطرفين، والافضل ان الاتنين ياخدوا مسؤولية فيها علشان يقدروا يتخطوا الاعتلال دوت، ويساعدوا بعض ان هم يخرجوا منه، ويبقى في منهم علاقة مرضية ليهم. العامل الخامس والمهم هو العوامل الثقافية والمجتمعية، وما نستقبله بشكل شخصي عن أي مفاهيم دينية. كل الحاجات دي برضو بتأثر، ممكن لو في حد بيستقبل رسائل بشكل مغلوط ان الجنس مرتبط بالذنب جدا، او انه عيب ان احنا نستمتع بالجنس، او اي حاجة من الحاجات دي، كل ده بيأثر على الاستجابة الجنسية، وبيوقف كتير من المتعة اللي ربنا مدهلنا من اللقاء الجنسي ده. الفيديو ده هو أحد فيديوهات مشروع بالعربي للتوعية النفسية. لو حسيت أنه مفيد ليك أو لأي حد تعرفه، رجاء أنك تنشره وتنشر الصفحة علشان توصل الفايدة دي لأكبر قدر ممكن من الناس. لو عندك استفسار ابعته لنا في رسالة على صفحة مشروع بالعربي للتوعية النفسية، وما تنساش كمان أنك تتفرج على الفيديوهات في المواضيع السابقة اللي احنا اتكلمنا فيها، وهتلاقوها كلها على صفحة، وقريب جدا كمان على يوتيوب تشانل.